ده فطار المطرية اللي كلكم عارفينه، بس في حاجات كتير قوي ما تعرفوهاش، واهم حاجه حوار الاعلان اللي اتعمل هناك، وايه الفلوس اللي خدوها وكام. اللي شايف الاعلان من اوله لاخره ما نقبلش فلوس من حد. اول حاجه، ايه اللي يختلف 15 رمضان ده عن السنين اللي فاتت؟ السنه العاشره لينا السنه دي. يمكن احنا السنه اللي فاتت كنا 5 شوارع، السنه دي عندنا 9 شوارع، زودنا 4 شوارع عن الشوارع الرئيسيه اللي موجوده. احنا السنه اللي فاتت كنا عاملين حسابنا يجي من 3 ل 4000 واحد، طبعا الحمد لله العدد كان فوق ال 7 8000. السنه دي متوقعين يجي اعداد فوق ال 10000 واحد. يعني يمكن الرسومات اللي انتم شايفينها دي فنانين المطريه كلهم هنا جايين متطوعين، قاعدين بقالهم شهر من قبل رمضان باسبوعين قاعدين بند الرسومات، بس بقى حاجات بقى شغالين فيها اصلا بنبتدي من السنه اللي قبلها. الاكل بنبتدي نشتري الحاجات بتاعته عشان خاطر يبقى حاجه فريش. احنا من يومين اشترينا كل الكميات اللي احنا محتاجينها في المحشي والفراخ والرز وكل الحاجات دي، اشتريناها من 3 ايام وابتدينا نوزعها على البيوت من امبارح. احنا العدد ما يقلش عن 300 واحد مشاركين في تنظيم اليوم، ابهاتنا امهاتنا اخواتنا الصغيرين اطفال كل الناس بتشارك. طالما العدد زاد بالحجم ده فاكيد كميه الاكل زادت. السنه اللي فاتت انت لما كنت معانا احنا كنا شغالين، التشغيل كان على 4000 وجبه. احنا السنه دي اللهم لك الحمد احنا بنتكلم في 10000 وجبه، هنسوي 1100 كيلو شيش طاووق، وهنسوي بتاع 600 كيلو ولا 550 كيلو رز بسمتي، 3 ضعف الكميه بتاعت السنه اللي فاتت. التجهيزات مفيش حاجه باليوم وليله. المطبخ الرئيسي اللي انت بتشوفه الشارع ده، ده جزء منطقه كلها بتشتغل معانا. عايز اقول لك البيوت دي دلوقتي كده كلها بالليل بتجهز في الخلطه بتاعت المحشي بتاع بكره، اللي هي المحشي اللي هيستوي ويتعبى ويتحشي ويستوي وينزل لنا بكره. كل بيت بياخد مثلا شنطه فلفل 5 كيلو وشنطه بتنجان 10 كيلو. الكميات دي كده احنا بنقعد من فتره بنكون بنشتري الحاجات دي. ترتيبات بتبقى من قبلها باسبوع 10 ايام كده. ممكن الفراخ والحاجات اللي هي كيب الفريش مثلا بنبقى عاملين حسابنا فراخات النهارده هنتبلها النهارده اهو، انما الزيوت العطاره الرز الكميات دي ممكن قبلها بشهر شهرين بيكون جايبينها. وسؤال كل مره، الناس دي بتجيب فلوس الاكل والحاجات دي كلها منين؟ الفلوس دي احنا بنجمعها، مفيش تبرعات لازم 15 رمضان. الكلام ده ده سك مفيش كلام. احنا 15 رمضان ما عندناش سبونسر وما بناخدش تبرعات من حد، والله ذاتيه 100%، وما بنقبلش فلوس من حد. معانا في المنطقه وعايز يشارك وعايز تجيب وتدفع فلوس، هم رافضين هنا مبدا ان هم ياخدوا فلوس من حد، ما حدش بياخد فلوس. عم زكريا المسيح اللي في البيت اللي قدامنا، كان الصبح انا بشر البصل عشان اعمل التتبيله للشيش بالليل، اقسم بالله عم زكريا الصبح الساعه 12 الظهر كان قاعد معايا جايب سكين وقاعد بيقشر معايا. واهم سؤال بالنسبه لي بقى، هل اعلان احمد عز الاخير اللي اتعمل خدوا منه فلوس؟ طب لو خدوا كام؟ بص، هو احنا لو كنا عايزين ناخد فلوس كنا خدناها من اول سنه. العزومه دي هتفضل قايمه على فلوسها على الاهالي بتاعتها، واحنا اللي بنساعد فيها. حتى لما جالنا للناس بتوع الاعلان دولت احنا شرطنا عليهم ان اسم 15 رمضان ما يخشش في اي حاجه. اللي شايف الاعلان من اوله لاخره مفيش اي جمله بتدل على 15 رمضان. احنا شرطنا كده، احنا ناس جم او عايزين ان هم يصوروا اعلان احنا ساعدناهم بكل حاجه من غير اي ماديات من غير اي حاجه. عزومه 15 رمضان هتبقى لاهلها وهتفضل طول السنين قايمه على المساعدات اللي بتقوم من اهلها بس. واخر سؤال بقى، ايه الهدف من عزومه 15 رمضان؟ اولا الغيره في الخير، ثانيا احياء الشعائر الرمضانيه دايما، ثالثا تغيير الصوره النمطيه عن المناطق الشعبيه.